نعمل سناء نوصلوا عندنا لالا واحد المملح بذاك العجين عجين مورق سحري. ايه واخا الى المهم الطريقه راه ما عرفناها تحملنا قلناها ولا بغيت نقولها نعاودها ما كاين حتى مشكل. واخا يكون افضل ربما المستمعات ما سجلوش معنا. واخا عندنا في العجين كنحتاجوا 750 غرام ديال الطحين. ايه والملح و 80 غرام ديال الزبده وواحد معلقه كبيره ديال سنيده ونص خماره كاس صغير تاع الحليب والماء داكشي اللي بقى تيكمل بالماء والعجينه تتكون قاسحه واحد شويه قاسحه وما تتدلكش وكتسرحيها كتسرحي ملي كتعجني هادشي كله كتعبريها كتعبريها داكشي اللي خرج في الوزن ديالها كتقسمي على ثلاثة. واخا تقسم على ثلاثة الخارج هو اللي كنديرو قدو هو كنديرو الزبدة مارغرين ديال الطرق. ايه باش نخدموها مفهومة تنسرحو ديك الزبدة بين جوج بلاستيكات تتكون قاسحة في الثلاجة تنسرحوها بجوج بلاستيكات نسرحو العجين ونديروها فوسط نديرو ديك الزبدة فوق من داك العجين ونلويوه ونجمعوه وتنبقاو تنضربوه بالمدلك باش يتحل باش يتحل هكا تنورقوه ديما في واحد الاتجاه ماشي فوق وتحت يمشي في اتجاه واحد باش الزبدة ما تخرجش تكون لينا في جهة وحدة تنسرحوه وتنلويوه على ثلاثة تتعاودي العمليات نفس الطريقة هذا هو العجين سهل هذاك العجين نبقاو نورقوا الزبدة ونتنيو وي تتعاودي ملي تسرحيها تتعاودي طويها على ثلاثة ايه وتديري لها دو تور ديالها جوج دورات والعجين معاك سريع تنقبطوا ذاك العجين تنقطعوا تنسرحوه تنقطعوا منه بواحد المرشم تيكون شوية بيضاوي وتندهنوه بشوية تاع دوك اللي قطعنا كاملين كندهنوهم بلا بيشاميل وكنحطو فوق منهم واحد تنجيو واحد الصوصيط راه صغيور شويه او اللي ما كاين صغير تتقبطيه غير الكبير وكتقطعيه واخا يتشحر واحد شويه وكتقطعيه ماشي تقطعيه الا كان كبير تتقطعيه على طول وتعاودي تقطعيه عرض باش جينا الا حطينا فوق هذيك لاباط تيجي واحد الجهه تحتانيه مقاده والجهه الفوقانيه مبومبيه مقوسه يتقسم على عرضه وإذا كان صغير راه كل وحده تتقسمي على العرض ديالها تقبطي دوك القطع اللي قطعنا تاع العجينة تدهنيهم بلا بيشاميل وتتحطي فوق منهم داك الطريف ديال الصوص تشحر واحد شويه لان باقي بعاود ندخل في الفران وتعاودي تغطي بقطعه بنفس هذيك ديك القطاعات العجينة نفس القطعه ولكن ملي كتقطعيها تتحلي لها الوسط على طولها واحد شويه تتحليه لان باش غرضنا باش تبان لنا ديك الصوص غادي نفلحوا شويه يتفلح واحد شويه ديك الثانيه اللي بغات تجي من الفوق واخا تتحطيها وكتوركي لها على الجناب ديالها باش تشد بديك لاباشاميل باش تدهنات وصافي وكدهنيها بواحد الخليط ديال الدجاج فيه البيض وشويه ديال صلصه الصوجا واحد لاصوص ماجيك وتترشي البافو هذه هي اللي سميتها كدهني بها من الفوق كترشي بالبافو كتدخلها ملي كتدخل الفران مع السخونيه ديك الفلحه اللي فيها فلوس تتحل تتبان ديك السوسيطه اللي في واخا كيف قلتي وبالنسبه للدهن راه كل سيده وكيفاش يعني كدهن هذا النوع ديال المملحات باقي الوقت نعطيك واخا نختموا باقتراح تفضلي اشنو نعطيك عصير ولا واخا ولا العجين الرغيف هو العجين فيه دوك الحشوات طوال بغيت نعطيك العجين وكل واحد يدير الحشوات يلا واخا ان شاء الله ناخذوا العجين ديال الرغيفات والحشوات راه كنظن ان المستمعات راه تبارك الله كل مره كنعطيو حشوه والله كل واحد يدير الحشوه اللي بغى هادشي اللي كاين واخا كيلو تاع الفورس كنحتاجوا بحالتنا الكيلو تاع الفورس 4 الحرش تاع الفينو معلقه كبيره ديال الزيت البلديه معلقه كبيره تاع الموطارد معلقة كبيرة سنيدة ومعلقة كبيرة زبدة طرية والملح والبزار خمارة الحلوة والماء دافئ هي العجينة تتكون شوي قاسحة لأنك ملي كتحل تتكون بحال ورقة تاع البسطيلة واخا
والحشوة أي حشوة تقدر تديريهم على شكل هذا مسمنات، تقدر تديريهم محينشات صغيرين، تقدر ديرهم زيديهم على شكل لي بالمي يا ولا ملويات صغار هكا تكونوا تاما معمرين ولا ولا سيجار كيما بغيتي اشكالها، وما عنديش حشوات الا بقيت الحاجه نعطيهم. المهم القاعده هي دوك العجين ديال الرغيفات وكتبقى الحشوات، لربما ان شاء الله خلال شهر رمضان نرجعوا ان شاء الله نتواصلوا معك باذن الله والمزيد من الاقتراحات. واحد عصير تفاح هي تفضلي في حالتنا واحد جوج تفاحات ولا ثلاثه ايترو الماء وواحد جوج معالق ديال العسل جوج معالق كبار ونص كاس ديال عصير الحامض وواحد جوج معالق كبار ديال السيرو تاع الفراوله الفريز ديال داك اللي كيتباع صافي تتوصلي التفاح تيتقطع التفاح تيتنقى وتتوصلي تديريه مباشره في الطحانه وتزيدي معاه الماء والعسل وداك عصير الحامض والسيرو وكلشي وكطحني، ولكن هو ما تيتقد ما تيتحن حتى الساعه بساعته لان تيتقدم في الحين ديالو. إيه لأنه التفاح واخا إيه لأنه تيكون معاه الحمد ما تيكحلش الحمد هو اللي ما تيجعلو ما يكحلش. نزيدك العصير الله يعطيك الصحة وما كرهناش صراحة ولكن للأسف مقاشنا الوقت. بارك الله عليك الله سعيدة، شكرا لك بزاف سعيدة شينبو خصيصة سيفان طبخ والحلويات، مشكور على كل هاد الاقتراحات.